من رام الله تنضم إلينا نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. 100 يوم من القصف المستمر الإسرائيلي على قطاع غزة، طال كل القطاعات من مساكن لمدارس لكنائس وحتى المستشفيات. ما الصورة التي يمكن أن تطلعين عليها بعد 100 يوم؟ ماذا تبقى من القطاع الصحي يمكن أن نقول بأنه يعمل؟ يعني هي بالفعل 100 يوم من القصف، 100 يوم من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مدار الساعة، والذي يطال كل الأماكن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكل المقرات والقطاعات كما ذكرتي، المدارس، المستشفيات، بيوت المدنيين. هي بالفعل 100 يوم من الجحيم، 100 يوم يعيش الفلسطينيين بدون كهرباء، 100 يوم يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في الحد الأدنى من كميات الطعام والماء الصالح للشرب، 100 يوم من المعاناة والفقدان وخسارة الأرواح يوميا، قرابة 24,000 شهيد من بينهم 10,000 طفل، أكثر من 60,000 جريح، بالإضافة إلى قرابة 8,000 آخرين مفقودين تحت الأنقاض. أي أنه خلال 100 يوم ما يعادل أكثر من 900 فلسطيني يوميا، ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض. 100 يوم استهدف خلالها الاحتلال المنظومة الصحية ولم يتبقى منها سوى القليل. خرجت 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات، ولم يتبقى سوى بضع مستشفيات هي تقدم الحد الأدنى للخدمات، ومهددة أيضا بالتوقف عن العمل بسبب شح الوقود وشح المستلزمات الطبية والأدوية. هل هناك مناطق تستطيعون العمل فيها أكثر من مناطق أخرى؟ وماذا عن المناطق المكتظة بشكل كبير بالنازحين؟ نتحدث عن 2 مليوني فلسطيني نزحوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى، هل تستطيعون الوصول لهم بشكل ما في بعض المناطق أكثر من مناطق أخرى؟ بالنسبة لأوضاع النازحين، غالبية النازحين نحو أكثر من 1 مليون فلسطيني هم الآن موجودين في رفح، حيث أرغم الاحتلال الفلسطينيين إلى التوجه إلى رفح، وهناك صحيح حتى في هذا المكان يقوم بقصفهم. الوضع في رفح مأساوي، نحن نستطيع العمل في رفح، ولكن حقيقة ما الذي يمكننا تقديمه لأكثر من 1 مليون نازح في ظل الشح في كل شيء، الشح في المساعدات الإنسانية التي حتى اللحظة لا زالت تدخل بشكل شحيح وشحيح جدا، لا يلبي 10% من الاحتياجات على الأرض. يعني المعدل اليومي للدخول، نتحدث في بعض الأيام 100 وأحيانا والكثير أقل من 100 شاحنة يوميا تدخل إلى القطاع. قبل الحرب على غزة كان يدخل 500 شاحنة يوميا، بدلا من أن نزيد أعداد الشاحنات نقوم بتقليصها، اليوم مطلوب إدخال أكثر من 500 شاحنة مع دخول العدوان الشهر الرابع، لأنه عمليا هناك احتياجات إنسانية وليدة العدوان والحرب على قطاع غزة، هناك احتياجات إغاثية للنازحين. حينما نتحدث عن 2 مليوني نازح، هم بحاجة لطعام وماء صالح للشرب، لمواد إغاثية، لخيم، لملابس دافئة، والكثير من الاحتياجات الأخرى التي لم تكن حاجة ما قبل الحرب على قطاع غزة، فضلا عن أن القطاع الصحي الذي يستقبل واستقبل حتى هذه اللحظة 60,000 جريح، هو أيضا المستشفيات بحاجة لمزيد من المستلزمات الطبية، المزيد من الأدوية، وبالتالي أعداد الشاحنات التي لا زالت تدخل لا تلبي لا الاحتياجات على المستوى الإنساني ولا حتى الاحتياجات على المستوى الطبي والصحي أيضا. هل فقط تستقبلون ما يتم إرساله لكم، أم تقومون بطلبات لمواد طبية معينة نظرا للحالات الخطرة الموجودة في القطاع؟ هناك أيضا مواد غاية في الأهمية مثل مواد التخدير مثلا، هل تصلكم هذه المواد؟ هل تستطيعون إذا ما وصلتكم توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تعمل؟ يعني الهلال يقوم باستلام المساعدات الإنسانية جميعها عبر معبر رفح،
تلك التي تأتي مباشرة كتبرعات للهلال الأحمر الفلسطيني أو للمؤسسات الأخرى، ولكننا نقوم بتسليم هذه المساعدات الإنسانية والطبية منها أولا وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع المساعدات الغذائية، بالإضافة إلى وزارة الصحة وشركائنا في الأونروا وغيرها من المؤسسات الأممية الذين يتولون عملية التوزيع المباشر على المستفيدين. مثلا بالقطاع الصحي بالمجمل هناك أيضا شح في طبيعة المستلزمات أو المساعدات التي نستلمها. على سبيل المثال مجمل المساعدات الطبية والأدوية هو تقريبا أكثر من 10 يعني 12% من مجمل الشاحنات التي تسلمناها، وهي لا زالت قليلة لا تلبي احتياجات المستشفيات. نقوم بدورنا بتسليم 60% على الأقل منها لوزارة الصحة من أجل دعم القطاع الصحي. ولكن أيضا التحدي الأكبر اليوم هو فيما يتعلق بعمل الوقود. الوقود مسألة حيوية وأساسية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وأيضا لتشغيل مركبات الإسعاف. هل التي مشكلة الوقود بأنه لا يصل إليكم أصلا أم أنه يصل بكميات قليلة جدا لا تكفي لسد الحاجة؟ نعم، هو بالتأكيد يصل بكميات شحيحة جدا، ولكن إلى منطقة غزة والشمال تحرم كليا من المساعدات الإنسانية ومن الوقود أيضا. يعني المرة الوحيدة التي تمكنا بها من إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة والشمال كانت خلال أسبوع الهدنة فقط، وما بعد ذلك لم نتمكن من إرسال أي مساعدات. وحتى خلال أسبوع الهدنة رفض الاحتلال السماح للهلال الأحمر الفلسطيني بإرسال شاحنة وقود لدعم مركبات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني هناك، وبالتالي الاحتلال لا يزال يفرض حصار على غزة والشمال ويمنع وصول الإمدادات الإنسانية والصحية والطبية والوقود أيضا إلى هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، كنت معنا، شكرا جزيلا.